أهلا وسهلا بكم إلى أجمل 10 أماكن سياحية في تركيا. في المرتبة 10 بلدية أيدر. تقع أيدر في شمال تركيا وتتبع محافظة ريزا، وتعتبر من أهم المناطق السياحية في تركيا وأجملها، إذ يزورها سنويا عشرات الآلاف من السياح الأجانب، أغلبهم من جنسيات عربية وخليجية. وتتميز أيدر بمناظرها الطبيعية الخلابة والمساحات الخضراء الشاسعة والتي لا يمكن أن تجد لها مثيلا إلا في أيدر. في المرتبة 9 بلدية أكياكا. أكياكا هي إحدى البلديات التابعة لمحافظة مولا الواقعة في الجنوب الغربي لتركيا. ورغم أن سكان أكياكا لا يتعدون 50,000، إلا أنها تعتبر إحدى الوجهات السياحية الهامة والجميلة في تركيا، وتتميز بسواحلها الرائعة وطبيعتها الخلابة وشواطئها الأجمل في تركيا على الإطلاق. بحسب التقارير الحكومية، فإن أكياكا استقبلت عام 2015 قرابة 400,000 سائح، أغلبهم من روسيا وجنسيات أوروبية. في المرتبة 8 تحل مدينة فتحية. مدينة فتحية هي إحدى المدن التابعة لمحافظة مولا أيضا، ويبلغ عدد سكانها 250,000 نسمة، وتطل على البحر الميت وبحر إيجا. وأهم ما تتميز به هذه المدينة الساحرة هي السواحل الجميلة والغابات الكثيفة وشواطئها التي تصنف على أنها أجمل الشواطئ في أوروبا. وتستقبل المدينة سنويا مئات الآلاف من السياح الأجانب، معظمهم في فصل الصيف ورأس السنة الميلادية. في المرتبة 7 قرية زنجول. تقع زنجول في شمال تركيا وتتبع مدينة طرابزون، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في تركيا في السنوات الأخيرة، حيث زارها فقط هذا العام قرابة 1,000,000 سائح، جلهم من جنسيات عربية وخليجية. تتميز زنجول عن غيرها بأجوائها الساحرة وطبيعتها الخلابة ومناظرها العجيبة. في المرتبة 6 حلت مدينة مرمريس. تقع مرمريس في الجنوب الغربي لتركيا، وهي أيضا إحدى المدن التابعة لمحافظة مولا. لا يمكن للسائح في تركيا أن يفوت فرصة زيارة هذه المدينة الساحلية المدهشة، والتي لا يمكن وصف جمالها الرائع بكلماتنا هذه. تتوفر في مرمريس جميع الخدمات السياحية ذات المواصفات العالمية، من فنادق ومطاعم وأسواق شعبية وأماكن للترفيه. ولعل سواحلها الجذابة الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط وشواطئها الفريدة من نوعها هي ما يميز هذه المدينة عن غيرها. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مرمريس بطقس معتدل طيلة أيام السنة. في المرتبة 5 ضمن قائمتنا لهذا اليوم حلت مدينة بورصة. تعتبر بورصة رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في تركيا، إذ يبلغ عدد سكانها 2,500,000 نسمة، وتقع في الشمال الغربي للبلاد مطلة على بحر مرمرة. وتعتبر أيضا من أهم المدن الصناعية والسياحية في تركيا، إذ تستقبل سنويا عشرات الآلاف من السياح الأجانب، نظرا لجمالها اللافت للعيان وطبيعتها الساحرة. في المرتبة 4 حلت مدينة بودروم. بودروم هي إحدى المدن التابعة لمحافظة مولا في الجنوب الغربي لتركيا، مطلة على البحر الأبيض المتوسط بسواحلها وشواطئها الطويلة والمتميزة. ولعل الزائر لهذه المدينة الفاتنة يدرك تماما مقدار ذلك الجمال الذي تتميز به المدينة عن سابقاتها. تتوفر في بودروم جميع الخدمات السياحية ذات الطراز الرفيع، وتتميز بأجوائها المعتدلة على مدار العام. في المرتبة 3 ضمن قائمتنا لهذا اليوم حلت مدينة أنطاليا. تقع أنطاليا في الجنوب الغربي لتركيا، وتطل على البحر الأبيض المتوسط، مصنفة ضمن أهم وأجمل المدن السياحية في تركيا بل وفي أوروبا أيضا، إذ يتوافد إليها السياح من كل الجنسيات طيلة أيام السنة. وبحسب التقارير، فإن أنطاليا استقبلت 3,000,000 سائح لعام 2015 فقط.
في المرتبة الثانية مدينة إزمير. تقع إزمير في الجنوب الغربي لتركيا، وتعتبر ثالث أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 5 مليون نسمة، وقد صنفها الاتحاد الأوروبي كأفضل مدينة سياحية في أوروبا لأكثر من مرة. أما في المرتبة الأولى لأجمل مدينة سياحية في تركيا فهي مدينة إسطنبول. لطالما تغنى الشعراء والفنانون الأتراك بهذه المدينة الساحرة، والتي لا يمكن أن تجد لها مثيلا في هذه المعمورة. تعتبر إسطنبول من أكثر المدن في العالم كثافة في السكان، حيث يقطنها حوالي 16 مليون نسمة بتنوع ثقافاتهم واختلاف أعراقهم، وتعتبر أيضا ثاني أهم مدينة سياحية في العالم بعد مدينة باريس. تتميز إسطنبول بموقعها الفريد، حيث تطل على مضيق البوسفور وبحر مرمرة والبحر الأسود، ويتوافد إليها سنويا ملايين السياح لما تحتويه من أماكن رائعة تأخذك إلى عالم آخر مليء بالدهشة والجمال. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناتنا.